ازاي تعمل محضر في اسم الشرطة، ازاي تعمل محضر بطريقة قانونية سليمة بدون اي صعب. انا هتكلم عن المحاضر بوجه عام، مش هتكلم عن المحاضر بوجه خاص. يعني انا مش هتكلم في ايصال امانة او ضرب او اتلاف او سير قلق، انا هتكلم انت ازاي عن مثلا المفروض اللي انت تاخد بعضك وتروح اسم الشرطة عشان تقدر تعمل محضر. اول حاجة المفروض اللي انت اول ما تروح اسم الشرطة لازم يكون معك بطاقتك او اثبات شخصية وصورة منها، لازم يكون معك شهود الوقعة، لازم يكون معك اي مستندات تفيد صحة اقوالك. في نقاط اساسية لازم ناخد بالنا منها. اول حاجة توقيت الوقعة، مكان الوقعة، ايه اللي حصل بالظبط في الواقع وفي حد شهود عليه ولا لا. اول ما تخش اسم الشرطه هتلاقي محرر محضر الضبط، هتلاقي امين شرطه او ضابط. ودلوقتي الحمد لله بقت كل المحاضر في اغلب الاقسام عباره عن كمبيوتر، هيسالك بعض الاسئله. هقول لكم دلوقتي انا طبعا يعني بطلع محضر من عندي عشان نقدر نتكلم فيه يعني. هيتكلم معاك، هيقول لك نقاط محددة هي اللي بيدور عليها محضر جمع الاستدلاف. أول سؤال هيقول لك ما تفاصيل بلاغك، متى وأين حدث ذلك، أمام من حدث ذلك، ما قصدك من تقديم بلاغك، هل تتهم المشكوك في حقه بسمة اتهام، هل معك ما يثبت صحة أقوالك، هل لديك أقوال أخرى. قبل ما نروح نعمل المحضر لازم نعرف حاجتين، اللي فيه نوعين من المحاضر، المحضر كناح محضر الإداري. أول سؤال بيسألك أمين الشرطة أو الضابط، بيقول لك ما تفاصيل بلاغك، أنت بتتكلم في النقطة ديت بوجه عام عن اللي حصل لك. أنا أخدت بعضي وكنت ماشي في المكان الفلاني، واحد طلع جه يكلم معايا، شدني أنا وهو، ضربني، أخدت بعضي، تعورت، رحت المستشفى كده. فأنت بتتكلم بوجه عام عن الواقع، مش بتتكلم في تحديد في أول سؤال. ضروري هنا اللي انت كل سؤال بتسأله لازم يكون مطابق للسؤال اللي بعده. يعني انت ما ينفعش مثلا في اول سؤال تقول ما تفاصيل بلاغك، انا كنت ماشي في شارع المعدية، وبعد كده ترجع في اخر سؤال تقوله لا اصل الكلام ده حصل في الحزب. ما ينفعش. يعني احنا كمحامين اللي احنا بنشتغل عليه هو تضارب الاقوال، وفي نفس الوقت تضارب المعلومات عن طريق محضر جمع الاستدلالات عن طريق المجني عليه. اللي انا بقوله دوت عمره ما يغني عن وجود محامي موجود معاك في كل الخطوات اللي احنا بنتكلم فيها دي. المحامي عنده خبرة، عارف هو بيعمل ايه، عارف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى نقطة ضعف، عارف ايه الحاجات اللي احنا ممكن يكون ليها مصدر قوة. الكلام الكتير في المحاضر ما بيبقاش مظبوط. افضل حاجة في المحاضر بوجه عام اللي انت تتكلم كلام محدد وليس كلام مرتب. يعني ما انت ضربت بمطوه ولا انا ضربت بمطوه، انت سرق منك 100 جنيه ولا انا سرق مني 100 جنيه، انت حد شتمك قال لك مش عارف ايه، تكتب ده فقط لا غير. انت النهارده مثلا عندك مشكله في عربيتك، حد خبط لك المرايه، ما تحدش تاخد بعضك وتروح تقول لا ده خبط لي المرايه ورفرف، الكلام ده كله غلط. تاني سؤال بتساله في محضر جمع الاستدلالات وهو متى واين حدث ذلك. متى واين حدث ذلك لازم تتكلم في الموضوع بالتفصيل. الساعه واحده، ولما تاخد بعضك وتروح تعمل محضر ما تضربش الساعه 1 وتروح تعمله الساعه 4، لا ده كده هيكون في تراخي في الابلاغ. انا كمحامي لما اخد بعضي واروح اترافع عن المتهم امسك في النقطه دي، لازم الساعه 1 تاخد بعضك وتروح تعمل الساعه 1 وربع. تقرير طبي تاخد بعضك وتروح على القسم الشرطه هم اللي يحاولوك، ما تروحش تاخد بعضك وتروح على المستشفى تعمل تقرير طبي فيها مثلا. لازم تكتب كل حاجة بالتفصيل في محضر جمع الاستدلالات، لأن المحضر دوت هو اللي احنا بنشتغل عليه من أول درجة في إجراءات التقاضي لحد محكمة النقض. فأنت لازم تهتم بكل تفصيل. كتبت النهاردة مثلا أنت مضروب عند المسلة أو عند محكمة الاستئناف، لازم تكتب الشارع بالتحديد، الساعة كام بالظبط، وأنت خدت بعضك ورحت الساعة كام بالظبط للمستشفى لو أنت هتروح المستشفى، لو حد كان معاه لازم. تاني سؤال بتسأله بيقول لك أمام من حدث ذلك، لازم تكتب كل حاجة بالتفصيل، لازم تكتب الكلام ده كله حصل قدام مين، حتى الناس دي لو تعرفها أو ما تعرفهاش. ما ينفعش إن أنت تكتب أمام جميع الجيران وجميع المرء، الكلام ده كله غلط، ده اللي إحنا بنشتغل عليه في المحضر وإحنا بنترفع عن المتهم. أنت النهاردة كمجنى عليك لازم تعمل محضر خالي من أي ثغرة قانونية، لازم تيجي تعرف تجيب حقك صح.
فانت النهارده لما تكون حدث الواقع ديت امام 2 3 4 ماشيين في الشارع اكتب اسمهم، ولو انت ما عرفتش بعد كده، لو انت ما عرفتش اثناء المحضر دوت تجيبهم، تقدر تجيبهم بعدين، بس لازم تكون كاتب ومحدد مين اللي كانوا موجودين في الشارع، حتى لو انت مش عارف اسمهم بالكامل او اي بيانات عنهم، بس انت لازم تكتب 1 2 3، ولو تقدر في نفس الحاله اللي حد يكون موجود معاك يروح معاك الاسم ويحط اقواله كشاهد يبقى افضل. احنا بنقدر ان احنا نجيب شهود الواقعه في مكانين، ما في النيابه العامه بعد ما المحضر يطلع من الاسم ويروح النيابه العامه او الاسم. لو الاسم قال لك لا ما ينفعش ان انت تجيب شاهد، قول له لا قانونا يسمح لي ان انا اقدر اجيب شاهد يضيف اقواله. والاسم دايما بيبقى متعاون معانا في كافه الاضرار. رابع سؤال بتساله بيقول لك ما قصدك من تقديم بلاغك؟ تقول له اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد المشكوك في حقه. خامس سؤال هنا معانا بيقول لك هل تتهم المشكوك في حقه بسمات التهم؟ هنا لازم تكون محدد تفصيلا ايه اللي حصل وايه الضرر الواقع عليك وايه الحاجات اللي انت عايزها من المجني عليه. يعني النهارده مثلا واحد ضربك تقول ده ضربني وصلني من الضرر، تحدد الضرر الواقع عليك. عندك النهارده مثلا يعني بطحه في الراس، عندك غرزه ورا، اي حاجه تحصل لك لازم تكون محدد فيها. وانت مثلا النهارده مضروب في عينك، ما تقولش بقى انا مضروب في عيني ومضروب في رجلي ومضروب في ظهري، الكلام ده كله للاسف غلط، ما ينفعش. السؤال اللي بعد كده بيقول لك هل معك ما يثبت صحه اقوالك؟ فانت النهارده لازم نفرق، لو انت رايح تعمل محضر نصب غير محضر ضرب غير محضر قتل، فانت لو معاك عامه اي مستند يثبت صحه اقوالك لازم تقدمه. لو انت النهارده اخد بعضك ورايح تعمل محضر ايصال امانه، لازم تقدم اصل ايصال الامانه ويتنظر عليه وبعد كده تقدم صوره منه. لازم النهارده وانت رايح تعمل محضر جمع الاستدلال يكون معاك اي حاجه تقدر تفيدك عشان تعرف تجيب حق. اخر سؤال بيكون موجود في محضر جمع الاستدلالات بيسالك هل لديك اي اقوال اخرى؟ فانت المفروض تجاوب تقول لا. بعض النصايح اللي انا هقدمها لكم عشان المحضر ده كله ما يكونش فيه اي سارة، اول حاجه لازم يكون كل الشهود والكلام والمستندات اللي حضرتك مقدمها في المحضر لازم تكون متطابقه كلها. انت النهارده لما تقول انا مضروب بمطوه، ما ينفعش اللي انت المطوه تعمل سحاجات، ما ينفعش اللي انت تجيب دائره طبي فيه سحاجات. انت النهارده لما يكون عندك غرزتين، ما ينفعش اللي انت تقول مضروب بالليوان، لازم تكون مضروب باقل حد. انت النهارده لما تيجي تكتب ايصال امانه لازم يكون معاك ما يثبت المبلغ اللي انت كاتبه. انت النهارده لما تروح تعمل محضر اتلاف، ما ينفعش اللي انت تقول لا ده انا في مرايه وفي شهود يقولوا لا ده هو خبطه من وراه بريك صدام. الكلام ده كله لازم يكون متناسق، عشان كده انا باكد لازم يكون معاك محامي في اي خطوه.